السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا كما يعني نتكلموا على القضايا في الرياضه، يعني في الرياضه وين شاهدنا يعني امور، يعني وين تشوف نتايا كيفاش الدعوة تكون كاينة والدعوة كاين كلش تيب اللقاءات بالورود، يعني اللقاءات ودية تشوف يعني كل شيء يكون في الطريق الصحيح. حنا قبل ما نبداوكم في الأمر تاع التيتر كلش، حنا ماذا بكم شاهدونا غادي نتكلموا على نصيحة بناطية تحسم مستقبل أناحي بين فرنسا والسعودية، بين نادي فرنسي مارسي والسعودية. المهم احنا رانا نقول لكم على القضية، يعني قضية هذه وين القضية اللي غادي تفوت هي كي تشوف. شوف مروان، تقول لك مروان فاهمك، انا مروان فاهمك، مروان فاهمك، فاهمك واحد مجرب هذه الدنيا. هذه شوف كي تشوف انت يا حجرة جاية تعطي خليها تفوت، خاطش غادي ما تنتملهاش انت، لا انت لا انايا، هذه الحياة ما تنتملها لا انت لا انايا، ماشي عارفين كاش تا كاين، هاك ساهم ماناش عارفين واش كاين، ما تنتملها لا انت لا انايا، اما لا ريح في بلاصتك. نقول لك عمرك لا تدخل ما عندكش مطرق وتدخل بيت دابز انت، كيف انت في وسط الدبزه المحامل الزعزع كيما نقولوا هنا، دب دب دب، تدخل في وسط مطرق وتدخل في وسط ناس انت غادي تشبه رواه. الحجره جايه تعطي خليها تفوت، عمرك لا تخلي عمرك تحوس تكذب الحجره، خاطر هي جايه، هي جايه مقايسه، جايه تكذبها غادي تزرك في يدك، غادي تلاقي لها براسك، غادي تشقفك على هذيك، خليها تفوت او من بعد نورمال عادي. يعني الصيف شعل يقعد والمشتى شعل يقعد والخريف شعل يقعد ولا شي يفوت. هذه هي نصيحة بنعطية. دوك نحكي لكم على لافير تاع المطار تاع الهواري بومدين وكيفاش تتهموا وكيفاش ياه. وين نصيحة بنعطية تحسم مستقبل أناحي بين فرنسا والسعودية، وبات اهتمام السعودي بخدمة النجم يعني المغربي عز الدين أناحي لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، حيث شرع الرياض يعني الشارع الرياضي المغربي في الآونة الأخيرة، يعني وين حديث الشارع الرياضي المغربي في الآونة الأخيرة. وتسعى الأندية دور روشان السعودي المحترفة وأبرزها الاتحاد جدة للتعاقد مع النجم المغربي بداية من الانتقالات الصيفية القادمة، ويعد أناحي صاحب 24 عام من بين أبرز النجوم كتيبة الأسود الأطلس في نسخة الماضية من نهائيات كأس العالم قطر، لكن المستوى اللعب عرفت يعني مستوى اللعاب عرف تراجع كبير منذ الموسم، ما يجعله قريب من الرحيل عن تمثيل النادي جنوب فرنسا. بنعطية وكلمة الفصل في مستقبل أناحي، أنا قلت لكم والله اللي قدامي خرجوا، قلت لكم بلا كيف واحد السيمانة ولا، قلت لكم ما تقلقوش، دابا نقول لكم شنو صرا في المطار، راحوا باتوا نورمال في الوطن. وفي سياق متصل وعلم يعني الموقع من مصادر خاصة أن النجم المغربي السابق المهدي بنعطية مستشار فني بنادي أولمبيك مارسيليا سيكون له تأثير كبير في قرار مواطنه. يخدم بنعطية يعني وين يحوس كيفاش يدي اللعاب للسعودية، يعني يخدم في الخليج ما يجري وراء فرنسا بصح يخدم في الخليج. وأوضح أن بنعطية قد طلب أناحي بتريث في الوقت الحالي وعدم التفكير كثيرا في مستقبله، في التركيز على تطوير مستواه على المستويين الفردي والجماعي. وأشار إلى أن قائد المنتخب المغرب السابق من يفضل أن يستبعد يعني يستعيد المايسترو الأسود مستواه المعهود في مارسيليا ومواصلة رحلة مع فريق لموسم كروي إضافي قبل الرحيل إلى نادي آخر وتحقيق أرباح مالية للنادي وضمان تجربة مفيدة كرويا للعاب. يعني هو صغير شحال عنده من العام، هو والله ما زلت ربما المدربين اللي فاتوا عليه ربما ما خدموش هذه. وافادت مصادر من العرض السعودي الذي من منتظر ان يتلقاه يعني مارسي من اجل بيع العقد اللعاب سيكون مغري، كما ان اللعاب سيجد تنافس يعني عالي بدوري روشان السعودي والذي بات يعد من بين افضل الدوريات العالميه.
يعني المستوى تاعهم ما يطيحش، المستوى تاعهم يعني السعوديه مع نورمال عادي، يعني المستويات ما يطيحوش. وسجل أوناهي هدف يعني هدفين فقط، وغاب طوال يعني طويلا عن مارسيليا بسبب الاصابه، ليفشل بعد ذلك في استعاده مكانته ضمن التشكيله الاساسيه هذا الموسم. يعني هذا وين يرتبط النجم المغربي مع مارسي، يعني 30 جويليا جوان 2027. يعني ما وين تحرك، يعني وين السعوديه راهي تحرك الانديه، واللي هو هذول لي زوروبيا يحوسوا على الدراهم، ذلك يحوسوا على الدراهم، يحوسوا نورمال ما تنجمش تعرف قادر يروح قادر ما يروحش. هي بصح الهضره يعني بزاف، كما كانت الهضره على محرز بلي بيرو من بعد راح، كانت الهضره على كريستيانو بيرو، على نيمار الناس ما صدقتش، قال لك نيمار بيهود، على ماني قال لك نيمار ماني بيهود، وخاطر الهضره كي تنطلق صايب. انا نقول صايره كيما المطار، وين يبدو ان النجم العربي المغربي عز الدين أوناهي متوسط ميدان اولمبيك مارسيل الفرنسي بات قريب اكثر من اي وقت مضى من انتقال الى الدور روشان السعودي للمحترفين، واصبحت ايام الدولي المغربي معدوده في مارسيل بعدما ظل حابس الكرسي الاحتياط في العديد من المباريات خلال الموسم الحالي، ولم ينجح أوناهي في فرض مكانته بقميص اولمبيك ليبصم على تراجع ملحوظ في المستوى مقارنه مع تألقه في النسخه الماضيه من نهائيات كاس العالم قطر مع المنتخب المغربي. ويقف أوناهي على مشارف الرحيل عن جنوب فرنسا بعدما ابدت انديه اوروبيه اخرى وعربيه رغبتها في التعاقد معه الصيف القادم وسط ترحيب مسؤولي مارسي ببيع عقده. ما نعرف وبسياق اخر من مصادر ان الاتحاد السعودي قام بخطوه جديده من اجل التعاقد مع أوناهي، واشار المصدر الى ان مسؤول فريق الاتحاد جده تواصلوا في الساعات الاخيره مع نظرائهم في مارسي ووكيل اعمال أوناهي. ماشي سهله. وأفادت مصادر نفسها أن أوناهي يرحب بدوره بفكرة خوض تجربة احترافية بالدور السعودي، خاصة أن العرض الذي ينتظره سيكون مغري بين يعني القيمة المالية والتنافسية أيضا. يعني قال لك هل يرحل أوناهي إلى الدور السعودي؟ هو فانك عنده في إسبانيا. وكما أشار الموقع قبل أيام فإن بعض الأندية الإسبانية تسعى بدورها للتعاقد مع خريج أكاديمية محمد السادس، وأوضح المصدر أن أوناهي صاحب 23 عام يدخل دائرة اهتمام فياريال وخطافي في الدور الإسباني للتعاقد معه. يعني بس عم الدراهم ها. وفي الدور الاسباني خطاب الدور الاسباني للتعاقد معه وفي المراكز الصيفي، لكن العرض السعوديه المتوقع سيكون الاقرب للعاب، لانه عقد يعني وين عرض يعني وين نقولوا باللي مغري جدا مغري جدا ومربح للنادي. عشتي لا ولا مشكره ولا انت مارسي انت تكسهله ولا مارسي ما يسهله. اه مارسيلي راك عتبه مارسيلي جاتك بالسكاره فين قبوي شي سهله. هاديش ايوا لازم يخدم خدمه يخدم
ماشي سهلة. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم، وصحيتو خاوتي.